وديها تستحضر البعد المندمج لمختلف السياسات القطاعية لمختلف الوزارات والبعد الترابي، بمعنى أننا ننزل هذه السياسات على الوحدات الترابية. فمثلا فيما يتعلق بالسياحة، إذا تكون لك اختيارات اليوم كيخصنا نناقشوا فين غنديروا الفنادق، واش من نوع الفنادق، فين غنعملوا السياحة الجبلية واشنو غنعملوا فيها، فين غنعملوا السياحة الشاطئية واشنو غنعملوا فيها. فبالتالي هذه المقاربات الترابية، فهذا هو الفائدة الأساسية ديال هذا البرنامج، رؤية على المدى البعيد والمتوسط لعمل المجلس باش يكون عمل ترابي، ثم رؤية مندمجة تدمج كل القطاعات، ثم رؤية مجالية تستحضر خصوصيات كل مكون في المجالات ديالنا بما يحقق تنمية مستدامة، تنمية متوازنة. انتم استمعتم الى تدخلات السادة المنتخبين، الجميع يؤكد على هذه المقاربة. ما يمكنش نركزوا على المدن مثلا الكبيرة فقط ونساو البادية، وما يمكنش نركزوا على بعض الاقاليم ونساو الاخرين. كل مجال عنده المؤهلات ديالو، كل مجال عنده الطاقات ديالو، كل مجال كيمكن يساهم في تنمية الجهة وكيحتاج تدخل ديال الجهة.